عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك اند فود. شحال من واحد كيآمن بالقراية ديال الموسيقى، يعني خصو يدخل كونسيرفاتوار ويتعلم السولفيج ويتعلم التيوري وغادا، وشحال من واحد كيآمن غير بالموهبة، يعني هو عزيز عليه الموسيقى وكيلعبها بوحدو وكيتعلمها غير بودنيه. ولكن السؤال، واش ولا بتخصك تقرا الموسيقى ولا تقدر تلعبها غير هكذاك؟ دونك غادي نبداو بالقرايه ديال الموسيقى. القرايه ديال الموسيقى كيخصها المدرسه، يعني الكونسيرفاتوار. الكونسيرفاتوار من احسن الطفل يدخل ليه ملي عندو 5 سنين، كيدخل وكيتربى مع الموسيقى من صغره، باش كومسا ملي كيكبر سواء كانت عندو الموهبه سواء ما كانش عندو كيكون كيلعب الموسيقى. تاني حاجة، الكونسيرفاتوار كتنقص ليك بزاف ديال الوقت، يعني كتعلم الموسيقى شوية بكري، ولكن ماشي في المغرب، هادشي كنقول ليك في لوروب. أجي ندوي دابا على الكونسيرفاتوار ديالنا، يعني الكونسيرفاتوار اللي كاينين في المغرب. الكونسيرفاتوار سيدي في المغرب كنقراو عام ديال السولفيج، وكيف ما كتعرفوا السولفيج يمكن لكم تقراو غير في الدار. عطا الله الكتوبة ديال السولفيج، من بعد العام ديال السولفيج يمكن لك ديك الساعه تدير لاستخيومون، زعما الآلة اللي بغيتي تلعب انت، ولكن ما كيخليوكش تلعب الآلة اللي بغيتي انت، كيقولوا لك راه القسم تاع البيانو، اولا بغيتي تلعب كمانجة تيقول لك القسم تاع الكمانجة راه عمرو بقى لينا غير العود اولا الكمانجة اولا الدربوكة ولا طعريجة هما اللي بقاو يمكن لك تديرهم. دونك انت ما كيبقى لك حتى الاختيار، كيخصك تدير طعريجة. من بعد كدير الآلة، اشنو كيوليو يديرو ليك؟ كيبقاو يديرو ليك الكلاسيك. الكلاسيك اللي معروف هو في العالم كامل كيقريو ليك مزيان، ولكن بواحد شي شوية كيبداو يدخلو ليك في العربية، وانت الى ما كنتيش حامل تلعب العربية راه خصك تلعبها بزمنك. كيف ما كنتذكر انا شخصيا في 1978 دخلوني دارنا الكونسيرفاتوار، هذاك اللي جا في شارع الزراوي كان قديم وهو اللي كان قريب لينا، دخلت ليه وبديت كنقرا الموسيقى. واحد شي شويه بداو كيديروا لينا الطراب الاندلسي، في الحب في خير الورى هي الورى، هو يطلع لي الدم وانا نهرب ليهم. وبين قوسين هاد الكلمة ديال العربية هربت منها، ماشي هي يعني أنا راسيست أو لا ما كنحملش العربية، هي قضية ديال أدواق، كل واحد أش كيتذوق، كاين اللي كيتذوق العربية، كاين اللي كيتذوق الغربي، كاين اللي كيتذوق الجاز، البوب، الكلاسيك، هادو كيتسموا الأدواق. أنا شحال من واحد كيسولني واش كتلعب العربية، كنقول ليه ما عنديش معاها، كيتحابوا واش أنا راسيست، هي الموسيقى ما عندها حتى علاقة مع الراسيزم. وبالدليل مايكل جاكسون واعر خطير، عنده صوت واعر، الشومان انا عزيز عليا، ولكن بزاف ناس ما كيحبلوش وهذا من حقهم. كاين اللي كيبغي الشعبي، كاين اللي كيبغي الشرقي، كاين اللي كيبغي بوب، كاين اللي كيبغي سول. فلهذا الله يرضي عليكم احترموا الاذواق ديال الناس الاخرين. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا. الوغ الموسيقى الى قريتيها راه ما يمكنش ليك تبدع، كيخصك ديما تحط الورقه وتبقى تابع. كتبقى حاضي مع لي نوط وحاضي مع لي بيكار وحاضي مع لي سيلونس حتى كتستق لو فيلينغ ديالك او لا الاحساس ديالك ما كيبقاش كيلعب. علاش؟ حيت فاش كتكون كتلعب وكتقرا كتبقى مكونسونطري على البارتيسيون، كاينين لي نوت، كاينين لي سين تاع البيكار، وكاين ديال السيلونس، وكاين شي كتبات كيعنيو ليك وقف، الاخرى ورك مليح، الاخرى ضرب بالجهد، الاخرى ضرب بشويه، وكاينين بعد خطرات كيلكو مو اللي هما كيعنيو لعب حزين، لعب فرحان، لعب ديال حزين او لا فرحان ما يمكنش ليك تقراها وتمثلها راك حزين، لا
الحزن هو كيجي من الداخل ديال القلب، الحزن كيجي من القلب وكيطلع للراس وكيعطي اليدين، واليدين كيلعبوهم وكيلعبو بطريقة إما حزينة أو لطريقة فرحانة. يعني ما يمكنش ليك تقراها وتولي حزين، هنا كتسمى كتولي غير كتمثل. والمشكل خطير، إلا مشات طاحت لك الورقة أو داز من حداك شي واحد وطاحت لك الورقة، هزك الماء وضربك الضو، ماشي الضو مينور، الضو تريزيام بيمول سات نف. ولكن كاينين ديزافونتاج اللي هما زوينين إلا كنتي قاري الموسيقى، مثلا كنتي مسافر أولا كنتي مريح شي قهيوة، أولا كنتي كتبحر ليا في البحر وطاح عليك شي أغنية زعما شي كومبوزيسيون أولا شي أرانجمون، ديك ساعة أشنو كدير؟ كتجبد ستيلو ورقة كترسم للتابلو ديال الموسيقى وكتبقى تكتب لي نوت اللي نتايا خرجوا ليك في داخل راسك، كتبقى تكتبهم وبدا تكتب 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 حتى كتسالي الأغنية غير في ستيلو ورقة. ولكن هاديك الوقت ما كانش البورتابل، ما كانش الهوم ستوديو، اليوم عندنا كل شيء، إذا طحت علي أنا شي فكرة كنهز البورتابل وندير غنيها كيما بغيت وندير ليها كيما بغيت، من بعد هاي عندي. أولا كنكون في داري كنمشي ديريكتومون كنطلعها لورديناتور كنسجل أفكار وكنحطهم، دونك ما محتاج ستيلو أو ورقة. واحد لافونتاج اخر اللي هو مزيان تكون قاري الموسيقى، وهي فاش كتكون غادي تلعب مع شي جروب، مثلا كتمشي تلعب شي اوركسترا كيعطوك البارتيسيون، ديك الساعه كتشد خصك تقراها، لا ما يمكنش تقراها ديك الساعه، خصك ولا بد تحفظها في الدار بالبارتيسيون، تقرا كل شيء عاد يمكن لك تمشي تلعبها. يعني فحال فحال الا مشيت للدار وشديت كاسيطه وديشيفريتها وتعلمت ليها وليت كنلعبها، دونك فحال فحال. خير هو لافونتاج الا مشيت انا كديشيفري اغنيه وكنتعلمها باش نلعبها مع الناس، كيكون عندك لافونتاج كبير. علاش؟ كتولي انت كديشيفري كتقد تقلب على لي نوت كتربح بزاف تاع ليكسبيريونس اول حاجه، ثاني حاجه كتولي عندك باجاج كبير حيت كيقول لك واحد المثل اللي داس على الراس مزيانه. دونك ملي كتكون كتقرا الموسيقى كتولي كتلعب بحال غير كتملي، كتولي لا سوبكونسيونس يعني العقل الباطل هو اللي خدام، هذاك الدماغ اللي ما كيفكرش هو غير كيسجل بحال شي كارت ميموار او لا ديسك دور، ما كيحس بوالو غير كيسجل. فحال مثلا ملي كتكون كدوز شي بيرمي ديال الطوموبيله كيقولوا لك هنا وقف كيخصك تفراني، كيقول لك هنا دور على اليمين كدور على اليمين، كيقول لك هنا وقف في الضوء الحمر كتوقف في الضوء الحمر، زيد زيد نقص نقص. العكس ملي كتكون لعبها انت كموهبه اولا بالاذني كيولي ديك الساعه لو سيرفو انتيليكتويل يعني العقل الذهني هو اللي كيكون خدام، كتبدا تبدع في لي نوت في لي زارونجمون، كتبدا تزيد كلكو نوت كتبدا تنقص كلكو نوت، كتبدا تعطي كل شيء من قلبك. وحتى لا كان عندك شي حزن كيبان ديك الساعه ولا كنتي فرحان كتبان ديك الساعه على طريقه اللعب ديالك، باش ديك الساعه هذاك الانسان اللي كيتصمت ليك اولا بوبليك اللي كيتفرج فيك كتوصل ليه لو ميساج على طريقه الودنين، الودنين كيدخل ليه للقلب والقلب كيديه للدماغ وديك الساعه كيحس بيك. إلا ما قريتيش الموسيقى راه ماشي هي المعنى ديالها راك كتلعب عشوائي، راه بزاف ديال لي ستار عالميا كيلعبوا الموسيقى وما عمرهم ما قراوها، مايكل جاكسون، فريدي ميركوري، ذا بيتلز، العديد العديد منهم ما قراوش الموسيقى. سمعوا معايا اشنو كيقولوا هاد لي ستار اللي كانوا كيلعبوا بلا موسيقى. I can't practice those. It's always constantly, what do you call it, like a jam, you know. It's hard for me to remember any notes because I'm constantly trying to create other things. That's why I make a lot of mistakes. Do you read music? No, not at all. Yeah. And you don't read music? I don't, no. Have you got a problem with that? No, but it's well, quite amazing. Right, you have to mention it in front of all these people. I mean, now, you're one of the most successful songwriters of all time and you don't read music. No, as long as the two of us know what we're doing, i.e. John and I, we know what chords we're playing. And we remember the melody, we don't actually ever have the need to write it down or to read it. And the funny thing is, I never learned how to read music. And
I fooled the teacher. I was just blessed with good ears. I'd watch his fingers and emulate what he did. And the funny thing is, I can't read music. Now they come up with a new way to write it, and I can't make sense out of that at all. So I don't have a clue if it's right or wrong. Well, I'll just do the best I can and plan it. I listen and I learn, but I don't know how to read music at all. وكاينين حتى لي فرونسي، مثلا ان فرونسي مشهور فرنسا سميتو باسكال اوبيسبو، سمعوا شنو غادي يقول. J'ai jamais appris le piano, je suis autodidacte et en fait je ne fais que pianoter quoi. Ouais, tous les tubes que je connais là, allumer le feu. Ouais, mais c'est ça, mais on est surestimé hein. Vous avez jamais appris une partition, du solfège? Ah, non, je fais semblant de lire. À l'oreille. Uniquement, ouais. هاد الهضره اللي قال لهم انا واخا كنلعب كنحط حدايا الوراق غير كنمثل بحال راه كنلعب البارتيسيون. وهنا فكرني في واحد القصه وقعت ليا في المانيا في 1999 ملي كنت عايش في منشن. عيطوا عليا ان اوركستر ديال لو تياتر، هذوك اللي كيديروا المسرح بالموسيقى الكلاسيكيه، يعني كيدويو وكيغنيو وكيمثلوا، حنا كدا كنلعبوا الموسيقى. اوركسترا كبيره بالكمال جات كلشي ليهم سيمفوني، يعني صيفطوا ليا لي بارتيسيون ديال الاغاني اللي غادي نلعبو. انا مشيت قلبت عليهم تيليشارجيتهم وديشيفريتهم ولعبتهم بخير. نهار غادي نريبيتيو حطيت البارتيسيون دا تراسي كنلعب، ما كاين حتى مشكل. من بعد وهي تجي عندي هذيك المايسترو، كانت عندنا مرا اللي كانت كدير هذاك المايسترو، جات عندي قالت ليا مسيو سيداد بغيت نسولك. لها قلت لي واش كتقرا الموسيقى ولا ما كتقراهاش؟ قلت لها كنقراها ولكن ما كنحتاجهاش، حيت كان ممنوع تلعب معاهم وانت ما كتقراش الموسيقى. داكشي على شويه تغبزني، قالت لي انا عرفتك ما كتقراش الموسيقى حيت لاحظتني ما كندورش الوراق، الورقه اللي بقات من الاول هي اللي بقات حتى الاخر، وجات وطلعت على الاغنيه الاولى بقات هي وانا نتفرش. ولكن لعبت معاهم الكونسير وخديت فلوسي وقلت لهم الله يعاونكم. هنا غادي نعطيكم واحد الملاحظه اللي هي مهمه جدا. اشنو هو لو سيكري ديال السيمفوني؟ زعما هادوك اللي كيلعبوا اوركسترا كبيره دو كلاسيك، اشنو هو لو سيكري ديالهم؟ اول حاجه كتكون عندهم واحد 50 ديال لي فيولو لهاد الجهه، وواحد 30 كاينين هنايا، وكتلقى واحد 10 ديال لي كونترباسيست، و20 ديال تشيلوفون، وبزاف بزاف بزاف ديال لي زانسترومون. وديك الساعه كيلعبوا غير نوطه وحده سنانك تيعرقوا. وما تنساش في هذاك المسرح اللي كيكون كيلعبوا فيه كيكون عنده واحد ليزولاسيون رائعة جدا، يعني بلا ما يحتاجوا الميكروات كتسمع داكشي كيدهشرك، شعرك تيوقف. دونك هاد الموضوع اللي هضرت لكم ليه عليه اليوم هو كيبقى الرأي شخصيا ديالي انا، والموسيقى عندي انا كنعتبرها هي فحالها فحال الحب. يعني إذا ما كنتيش كتحب شي واحد ما يمكنش لك تعيش معاه أو لا تجلس معاه ولو دقيقة واحدة. فلهذا كيبقى الكل شي الرأي ديالي شخصيا، وانتوما إذا عندكم شي رأي يمكن لكم تخليه لينا في لي كومنتير وتعطوني الرأي ديالكم، وبيسير أنا غادي نجاوبكم. عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي، كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقة، ونشوفكم الحلقة القادمة إن شاء الله.